السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم اليوم على قناة لكي. اليوم إن شاء الله الحاجة الأولى اللي نقولها لكم هي الله يوفق كاع التلاميذ اللي فوتوا اليوم السانكيام، وإن شاء الله تاني اللي غادي يفوتوا البيام ويفوتوا الباك، إن شاء الله مزيد من النجاحات، وإن شاء الله كل شيء يجيهم سهل، والنجاح النجاح النجاح لكاع وليداتنا وخياتنا. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة تاع البطاطا، نكملوا في سلسلة وصفات البطاطا اللي دائما تميز بها قناة لكي. حاجة بنينة خفيفة، وتعرفوا باللي البطاطا موجوده في كل بيت. اليوم ان شاء الله غادي نديروا لي فخيت بالبيض، يجو خفاف ما يجوش ناشفين وما ينشبعوش صراحه، وسيرتو مع لي ساندويتش يجو بزاف 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 شابين. كما شفتوا المقادير تاعنا، عندنا 3 حبات تاع البطاطا يكونوا كبار، غسلتهم عاود قشرتهم وعاود غسلتهم، وها هما امامكم. راني نقطع فيهم بهذه الطريقه، ديروها هنا شويه مرفده هذيك البطاطا ولا غليظه، ومن بعد تقطعوها بهذه الطريقه العاديه جدا اصابع. هنا هذيك الباسينه كما تشوفوا فيها اللي نحط فيها البطاطا، فيها كميه تاع ماء، حطيت فيها الخل حوالي ملعقه كبيره، يعني مغرف كبيره تاع الخل. هكاك البطاطا تاعنا تحافظ على اللون تاعها، حاجه الاولى، وحاجه الزوجه انها تبقى مشدوده من بعد كطيبوها، ما ترتخالكمش في المقله. نحط كل الكميه هنا ونوصل هذوك جوج حبات بطاطا ونولي لكم باذن الله. هنا كل كميه البطاطا ها هي، راني شللتها من داك الماء، يعني صفيتها من هذاك الماء. هنا حاجه واحده اخرى للبطاطا تاعكم، كاين اللي تبغي تملحها كاين اللي ما تبغيش تملحها، هي من الافضل انك ما تملحيهاش كي تبغي تقليها، حتى من بعد دير لها هذيك الرشه تاع الملح، هكا من الافضل. هنا كي تجو تقلوها لازم لكم تاني الاخوات سيرتو المبتدئات، الزيت كي ديري شوفي الزيت اللي قديري كميه كبيره تاع الزيت، كي تحطي هذيك البطاطا تكون غاطره في الزيت وما تبانلكش، يعني الزيت راه عايم فوق هذيك البطاطا، خليه يحمى غايه، من بعد قيسي هذيك البطاطا في الزيت يكون حامي ولا ساخن. هذه هي. هنايا راني نقطع في المعدنوس كميه تاع معدنوس، حوالي هكا 3 مغارف كبار تاع معدنوس. ها هي البطاطا، شوفوا كيفاش تجي شاده روحها، تقعد لكم بيضه، ما ديلكمش هذاك اللون الاحمر وكل شيء، ما يعني ما تجيهاش هذيك الاكسده ولا تفقد اللون تاعها. جبت 3 فصوص تاع ثوم ولا 2 فصوص تاع ثوم يكونوا كبار، هنا راني نرابيهم فوق هذيك البطاطا هكا باش نكها، ومن بعد كي ندير لها البيض ما يجينيش هذيك ريحه السفوريه تاع البيض، وتجيكم هذيك لي فخيت اللي فيها ريحه البيض، كاين اللي ما يبغيش كاع ياكل البطاطا بالبيض باسكو فيها ريحه البيض قاويه. درت فيها المعدنوس هنايا، درت الثوم والمعدنوس، البطاطا مقليه كانت مقطره من الزيت، ودرت لها الاسويتو باش تشرب لي كاع كميه الزيت اللي كانت زياده. هنايا راني ندير في البيض، عندي 4 حبات تاع البيض، راكم تشوفوا هذاك البيض طاحت لي فيها شويه هذاك القشر تاع البيض، تغمسوا صبعكم في الماء ودخلوا صبعكم فوق هذيك القشره، في ساعه تلصق لكم في صبعكم، هذه كتدبيره. حطيت رشه تاع الملح هنايا، راني نملح هنا، درتها شويه مالح البيض باسكو البطاطا ما درتش فيها الملح. ضفت هنايا الحليب، هو السر باش يعطيكم بطاطا ماشي ناشفه. 4 حبات تاع البيض يكونوا كبار، ديروا فيهم حوالي 120 مليلتر تاع حليب. هنا خلطت هنايا البيض مع الحليب مع هذاك الملح، وهنايا عاودت وليت للبطاطا، درت فيها رشه تاع حرور اللي هو فلفل اسود، قلت لكم نكهتها وبننتها هكا كاع ما تجيكمش مسفره ولا فيها صفاره تاع البيض. حطيت فوقها هذاك البيض اللي خلطته مع الحليب، وهنا بنت الحليب كاع ما تبان لكمش. غادي نخلط كل شيء هنايا مع بعضه حتى اللي تتجانس لي المكونات، وديك البطاطا كل حبه تلبس لي بالبيض. وهنايا كي تجو تخلطوها ما تخلطوهاش بزاف حتى اللي تكسر لكم ولا تتهرس لكم ديك البطاطا، ما تخلوهاش تنقرض. هنايا كان عندي جبن، جبن يا اما مثلثات يا اما مبشور، اللي كان عندكم جبن طري ديروا كميه، اللي ما عندهاش الجبن واللي ما عندهاش الفرماج معليش تخدميها كيما هكا تاني تجيك شابه وما شاء الله عليها. هنا المقله تاعي راني حطيتها فوق نار متوسطه، ما فيها لا زيت لا والو باسكو المقله تاعي ما تلصقش، اللي المقله تاعها تلصق دير واحد شويه هكا قطره تاع زيت تمسح بهم المقله. هنا درت فرشه تاع البطاطا، هنا اللي تبغي دير البطاطا تاعها الطورطيه دير بهذه الطريقه، دير فرشه تاع بطاطا وتزيد الفرماج، ولا تزيدي الفرماج قلنا اللي بغيتيه ولا الحشوه اللي بغيتيها، وتزيدي تبلعيها من الفوق بالبطاطا كما غادي نوري لكم. ها هو الفرماج، ديرو كيما بغيتو، تقلوا ولا تكثروا حريه اختيار، وكل وحده والمقدور تاعها. دائما انا ما نفرضش عليكم، ما نكزيجيش عليكم حتى حاجه، نقول لكم غير طيبوا وصاي ان شاء الله وتاكلوها بصحه والهنا. غادي ندير هنايا الكميه تاع الفرماج اللي كتبها ربي، وانتوما عفوا، وهنايا غادي نزيد عليها طبقه ثانيه من البطاطا. هادو بالنسبه للاخوات ولا الاخوه اللي يبغوا يديروها طورطيه هكاك تجيكم، خلوها شاولة تنشف غايه من تحتها، ومن بعد قلبوها على جهه زوجها. انايا هنايا ما بغيتش نديرها طورطيه،
غادي غير نوريكم الطريقه فقط لانكم تغلفوها غايه وما يبان لكمش هذاك الفرماج باش تنقلب لكم ما ينحرق لكمش. هنا انايا فضلت انني نديرها لي فريت تاعي ما يكونوش طورطيه على شكل طورطيه، يعني على شكل خبزه وحده. هنايا خليتها نشفت من تحتها غير شويه، ومن بعد بديت نقلب فيها هكا غير شويه من ملعقه الخشب باش تنشف لي من كل الجهات، وتقدموها بالصحه ولهنا مع طبسه تاع سلطه، سورتو السلطه تاع الحشيش تجي معها بزاف شابه، يعني السلطه الخضراء. وان شاء الله كنت خفيفه عليكم، عطيتكم فكره هكا الناس اللي يديروها غير بالبيض وحده، والناس اللي ما ديرهاش بالعطور، البطاطا بالبيض اللي ما تعطرهاش وتنكها بالتوابل اللي هما العطور، جربوها بهذه الطريقه. على بالي ناس بزاف يديروها كيما هكا، وناس بزاف ما يديروهاش كيما هكا. حنا اليوتيوب دائما نبغوا نعلموا خوتاتنا لهم يتعلموا، نعطوكم افكار، نزيدوا ثاني نفكروكم بوصفات. ان شاء الله كنت خفيفه عليكم. استودعكم الله الذي احبكم فيه، والسلام عليكم.